هذا تنبيه مهم جدا، لأن بعض الناس قد يعتقد أن لبس الجديد من الثياب أو الغالي أو لبس النوع الجيد والفاخر أن هذا نوع من الكبر، وهذا غلط، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس عمامة دسماء وخطب بها كما في حديث جابر، ولما أهدى له المقوقس ملك الإسكندرية ثيابا لبسها عليه الصلاة والسلام، ولما أهديت له ثياب ومن جملتها ثياب حرير أخذ ما أباح الله له وترك الثاني، وقيل أهداه للنساء وأعطى عليا وأعطى عمر بن الخطاب ووزع على النساء. والمقصود بأن الإنسان لا بد أن يكون متوازنا، مثل أن يركب الإنسان سيارة جديدة، يعني هل كل من ركب سيارة جديدة فارهة يكون متكبرا؟ الجواب لا، وإنما هذا راجع إلى ذات الشخص في قصده وغرضه وهدفه ونيته. ولذلك الإنسان ما دام أن عنده القدرة المادية على شراء أفخر السيارات يشتريها ولا شيء عليه، أهم شيء لا يشتريها من باب الفخر والخيلة والتعالي على خلق الله.